السلام عليكم. اليوم منتخب اليمني بصراحة أبدع رغم خسارتي وخروجي رسميا من منافسات كأس خليجي 25 في البصرة، وكان متقدم وسجل هدفين، ولولا خطأ حارس المرمى، وهنا حارس المرمى شعر بمسؤولية كبيرة وطالب أن يستبدل، لأن شعر أنه سبب خروجهم وخسارتهم هو كان سبب الأول. نقول له معليش، هارت لكم، والجايات أجمل وأحلى، وكل التوفيق لمنتخب اليمني في قادم أيامه. خلي نشوف هذا الفيديو ولكم التعليق.